حرصا منها على تعزيز وتطوير بيئة صحية وأمنة في المدارس الحكومية والخاصة تنعكس إيجابا على نمو الطلبة الجسدي الاجتماعي والتعليمي. أطلقت إدارة التثقيف الصحي التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة المرحلة الأولى من برنامج المدارس الصحية، والذي تقدمه برعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، والذي يندرج تحت مظلة المدارس المعززة للصحة والمعتمد من منظمة الصحة العالمية ومنظمة أخرى متخصصة في صحة الأطفال واليافعين، وذلك بمركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات في الشارقة. يستهدف هذا البرنامج جميع المدارس الخاصة والحكومية ودور حضانات الأطفال الحكومية والخاصة أيضا خلال العام الدراسي الجاري، وكذلك سيستمر البرنامج إلى الأعوام الأربعة القادمة بإذن الله، وذلك بهدف تعزيز بيئة صحية للأطفال واليافعين في مدارس إمارة الشارقة، تطبيقا لرؤية صاحب السمو حاكم الشارقة ورؤية صاحبة السمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة. تعد إدارة التثقيف الصحي أول جهة رسمية تطلق البرنامج على مستوى الدولة لالتزامها الكامل بالمعايير 13 والشروط المنصوص عليها من قبل منظمة الصحة العالمية، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة التربية والتعليم، إلى جانب هيئة الشارقة للتعليم الخاص ومجلس الشارقة للتعليم. مدارس معززة للصحة هي مدارس مثلا تتكون فيها 8 عناصر المفروض تغطيها هذه المدارس الصحية، تتكلم عن البيئة الصحية، تتكلم عن البيئة المدرسية، تتكلم عن التغذية وسلامة الغذاء، تتكلم عن مشاركة المجتمع، النشاط البدني، الصحة النفسية. من خلال هذا اليوم نحن نحاول نحث المدارس على المشاركة في هذه، لأن الهدف منها كلها تغيير سلوك الطالب لأنماط حياة صحية. احنا طبعا بالنسبة لنا بالنسبة للحضانات الحكومية طبعا نرحب كثيرا بهذه المبادرة وبهذا المشروع الضخم، ونتمنى أن يكون بالفعل كل شيء صحي من بداية طبعا عمر الطفل. طبعا احنا في الحضانات نستقبل من عمر 3 شهور حتى 4 سنوات، هذه المرحلة جوهرية ومهمة جدا في تكوين الطفل الجسمي والصحي. برنامج المدارس الصحية أحد أهم المنجزات المضافة إلى سلسلة المبادرات والإنجازات التي حققتها إمارة الشارقة، والتي تعنى بتنمية أجيال المستقبل فكرياً وصحياً وتعليمياً ليكونوا قادرين على دفع عملية البناء والتطوير في المجتمع. حياكم الله مشاهدينا، ما زلنا متواصلين معكم وللتعرف أكثر على تفاصيل انطلاق المرحلة الأولى من برنامج المدارس الصحية في الشارقة. يسرنا أن نرحب معنا في الاستوديو كل من الأستاذ شذا عمر إبراهيم أخصائية التغذية في إدارة التثقيف الصحي التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، والدكتورة سمر الفقي مسؤول بمنظمة الصحة العالم أو المكتب الإقليمي للصحة العالمية للشرق في الشرق الأوسط. أهلا وسهلا وحياكم الله. الله يخليك، شرفتونا. ميرسي. اسمحوا لي اني ابدا مع الدكتوره سمر، خلينا نتكلم عن هذه المبادره المهمه اللي هي اصلا في رؤيه منظمه الصحه العالميه. نتكلم عن اهميه هذه المبادره دكتوره. طبعا احب في الاول اشكر المجلس الاعلى لشؤون الاسره تحت رعايه سمو الشيخه جواهر، لان حرم سمو الحاكم حاكم الشارقه، لان الحقيقه دي مش اول مبادره بتهدف للارتقاء بخلق بيئه صحيه داعمه للمواطنين، لان احنا ابتدينا معاهم توقيع اتفاقيه تعاون من 2012 وتم تنفيذ برنامج المدن الصحية، وكانت الشارقة أول مدينة تعتمد بمنظمة الصحة العالمية كمدينة صحية على مستوى إقليم شرق المتوسط. ما أهمية هذا الاعتماد دكتورة؟ أهميته الحقيقة أنه حطها على الخريطة العالمية وأصبحت موديل دلوقتي، وده إحنا كمان كمنظمة بقينا نأورجنايز أو ننسق زيارات من المدن الأخرى في إقليم شرق المتوسط عشان يجوا الشارقة ويشوفوا التطبيق، وفعلاً أصبحت موديل وتم التطبيق في مدن أخرى واعتمدت من قبل المنظمة بعد الشارقة.
فالحقيقة بيجي برنامج المدارس الصحية بيكمل المسيرة دي. يعني إذا كنا بنعتبر أن البرنامج المدن الصحية هو المظلة، فبيندرج بقى تحتيه الاعتناء بفئات عمرية مختلفة، زي مدينة صديقة لكبار السن، صديقة للطفل، والمدارس المعززة للصحة. أهمية المدارس المعززة للصحة، الحقيقة منظمة الصحة العالمية أولت اهتمام من سنة 1995 للبرنامج ده بعد ميثاق أوتاوا، اللي هو خلى مفهوم الصحة أشمل من إنها مجرد إن الشخص يبقى صحته كويسة أو ما عندوش مرض. بقى مفهوم الصحة هو التعامل مع كافة محددات الصحة. لأن الأبحاث أثبتت إن 30% بس من محددات الصحة بتقع تحت وزارة الصحة أو مسؤولية الشؤون الصحية. إنما البيئة بتأثر، التعليم طبعا بيأثر، أكيد. السلامة والطوارئ والاستعداد ليها، الحد من الإصابات. فبالتالي المدرسة المعززة للصحة بيبقى فيه استفادة من وجود الطالب والعاملين برضو، والتواصل مع الأسر، لأن هم بيقضوا في المدرسة ساعات أكتر ما بيقضوها في البيت. فبيبقى الاستفادة بيها إن يبقى ده مجرد منصة أو بلاتفورم لكل القطاعات أنها تتعاون لتعزيز هذا المفهوم وتعزيز الصحة والارتقاء بها، مش بس للطلبة، للأولياء الأمور، للمجتمع المحيط بالمدرسة، للعاملين فيها. نعم، وبالتالي دكتورة نشر الوعي بين هذه الفئات. بالضبط. نعم، أستاذ شذا، يعني إدارة التثقيف الصحي ربما أطلقت هذه المرحلة الأولى من هذا البرنامج المدارس الصحية. في البداية خلينا نتعرف على هذا البرنامج وكذلك الهدف منه. أكيد. تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ جواهر بنت محمد القاسمي، قرينة صاحب السمو حاكم إمارة الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، أطلقنا نحن كإدارة التثقيف الصحي برنامج المدارس الصحية، وهو أحد البرامج المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، واللي يسعى لتعزيز وتطوير بيئة صحية آمنة في المدارس، والارتقاء بالمستوى التعليمي والصحي، وتوفير بيئة معززة لصحة الأطفال واليافعين. نعم، الهدف الرئيسي اللي تسعون لتحقيقه من خلال هذه المبادرة؟ الهدف من البرنامج هذا ككل هو تعزيز البيئة الصحية في البيئة المدرسية نفسها. نعم. للطلبة وللعاملين في المدارس كذلك. نعم. وكذلك أشراك أولياء الأمور في هذا البرنامج. نعم. دكتورة سمر، يعني ربما هناك معايير محددة للتقييم التي ستخضع لها هذه المدارس، نتحدث عن هذه المعايير. هو الحقيقة منظمة الصحة العالمية حتى معايير بما يناسب البلدان كلها. نعم. لكن كان مهم جدا أن إحنا نلتقي بالعاملين في الشرقة علشان نعمل زي أدابتيشن أو تعديل، بحيث أنها تبقى قابلة للتطبيق في الشرق، لأنه ممكن يبقى فيه تطبيق في بلد أخرى، أو بالنسبة للشرق الحمد لله الحكومة موفرة، فبالتالي يبقى التركيز على معايير أخرى. فالحقيقة إحنا عملنا ورشة عمل على مدة يومين، التقينا بكافة القطاعات المعنية بالأمر، زي ما قلت لحضرتك البيئة، الأمن، الدفاع المدني، الصحة، التعليم، الشؤون الاجتماعية، كل حتى مديرين المدارس اللي إن شاء الله الأمور كذا، وكل ممثلين المجتمع كله. قعدنا شفنا المعايير كلها، وابتدينا نشوف نناقشها، بحيث ان احنا طلعنا الحمد لله بليست من المعايير تحت محاور معينة. أول محور اللي هو البيئة المدرسية، بيندرج تحتها حتى المباني، سلامة المباني. نعم. المصادر المية والحفاظ عليها والكهرباء، حتى المساحة الفصل، كم تلميذ في الفصل، والحمد لله في بوليسز وقرارات داعمة أصلا من حكومة الشارقة. نعم. برضو تعزيز نمط الحياة الصحي، النشاط البدني، التشجيع عليه طبعا، للحد من السمنة اللي بقت مرض العصر وللأسف في الأطفال. نعم. التغذية السليمة، إزاي نبقى نعتني بالوجبات الأطفال، الحاجات اللي متوفرة في المقصف المدرسي، حتى اللي بيجيبوها من المنزل، الحد من الأمراض المعدية،
الحد من الإصابات، الحد من العنف والتنمر اللي بنشوفه في طلبة الصحة النفسية طبعا مهم جدا، الاستعداد للطوارئ والمهم وطبعا مشاركة المجتمع والاستدامة ومهم جدا ان بيبقى وقتها الطالب في المدرسة مش بس متلقي، بالعكس احنا بندعم شخصيته وبنخليه ليدر وشريك في التنفيذ، بحيث ان هو يبقى عنده أونرشيب، حاسس ان هو مش بس متلقي ده مسؤول، ومسؤول ينقل المعلومة للأسرة، الأسرة نفسها شريكة، وبما أن الأسرة جزء من المجتمع فكل المجتمع المحيط بالمدرسة يستفيد من الخدمات دي، بحيث تبقى المدرسة هي بؤرة لنشر الوعي الصحي ويبقى التلميذ ده موديل ينقل كل المعلومات دي للأسرة والمجتمع المحيط به. دكتورة، يعني أنا أشوف صراحة اهتمام صاحب السمو حاكم الشارقة الله يحفظه في هذا المجال سبق يعني بمدة طويلة في هذا المجال، ونرى كذلك العديد من المبادرات التي تصب في البداية في مصلحة الطفل والأسرة كذلك والمجتمع بشكل عام، والاهتمام يمكن كان على كافة الفئات، نرى كذلك الاهتمام بصيانة المدارس بشكل مستمر في مبادرة مدرستي أجمل، وكذلك توفير المياه بشكل مجاني لهؤلاء الطلبة، وكلها تصب في هذا خلنا نقول الهدف، بهدف جعل هذه المدارس مثل ما ذكرتي بؤرة لنشر الوعي الصحي. أستاذ شذا، يعني خلينا شوي نتكلم عن الفعاليات، أهم الفعاليات يمكن والبرامج التثقيفية التي سيتم تنظيمها من خلال هذا البرنامج. من خلال برنامج المدارس الصحية إن شاء الله راح تكون هناك في ورش تعريفية بالبرنامج. اليوم الحمد لله اختتمنا أول ورشة تعريفية للبرنامج بتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وكانت تقدمها الدكتورة سمر يعطيها العافية، وإن شاء الله في المستقبل راح تكون هناك ورش تدريبية للمقيمين، ومن بعدها راح تبدأ مرحلة الإشراف والمتابعة على المدارس إن شاء الله. ذكرت أن اليوم تم اختتام ورشة، تفاصيل هذه ما الذي تم تناوله خلال هذه الورشة؟ الورشة كانت بعنوان معايير برنامج المدارس الصحية، الهدف منها كان التعريف بالبرنامج وبالمعايير واستحداث استبانات تقييم خاصة بالبرنامج للمدارس عموما في إمارة الشارقة. نعم، جميل جدا. يعني الدكتورة يمكن هناك يعني جوانب جميلة أنت ذكرتيها من خلال هذه المبادرة، أن جعل المدارس مدارس صحية. يعني لو نتكلم عن الخدمات التي يمكن أن تقدم من أجل تعزيز هذا الهدف. الخدمات اللي ممكن تقدم ممكن تبقى خدمات لنشر مفهوم البيئة السليمة أو الحفاظ على البيئة. يعني مثلا الطفل ممكن يبقى فيه يساعد هو والأسرة والمجتمع مثلا في حملات تشجير للمدرسة. في برضو اللي هي السكول جاردن، أو إن هو لما بنقول له الغذاء الصحي أو يأكل فاكهة أو خضار، ممكن التعاون مع وزارة الزراعة في توفير شتلات ويبتدوا يزرعوا جزء من حديقة المدرسة. تطبيق يعني على أرض الواقع. على أرض الواقع. جميل جدا. طبعا ان المدرسه دي فرصه ان موجود طلبه في فئات عمريه، فبالتالي الخدمات الصحيه يقدروا يوصلوا للفئه المستهدفه دي بسهوله، ومنها مثلا الكشف المبكر عن الانيميا، الكشف المبكر عن السمنه وتحويل بعد كده مثلا الاطفال، الكشف المبكر عن ضعف النظر، امراض الاذن، كل الحاجات الاسنان. فبالتالي الخدمات الصحية نفسها هيبقى سهل الوصول إلى قاعدة عريضة موجودين في المدارس وفئات عمرية مختلفة. غير إن زي ما أضفتي وحضرتك وقلتي الصحة النفسية. إحنا كتير جدا الولاد في السن ده والبنات بيبقى عندهم مشاكل نفسية ما حدش أخد باله منها. صحيح. أو لو قاعد متضايق، لا ده أنت بتتدلع. لا بالعكس، يبقى في فرصة إن نقدر نشوف إيه هي الأسباب الجذرية للمشاكل دي، ويتم التواصل مع الأسرة لحلها والحد منها. فهتنعكس إيجابيا على الطلبة، وثبت علميا إن من المدارس اللي مطبقة المبادرة دي نسبة الغياب فيها بيقل. ليه؟ لأن بيبقى فيه أنشطة بيساهموا فيها، مش بس مكان بيروح يتلقى فيه التعليم أو يمتحن أو ياخد درجات، بالعكس بيبقى فيه مكان هو حبه. هو ليه دور فيه، هو شريك فيه، فيه أنشطة جذبة كتير. يصبح يمكن الطالب له رغبة كبيرة في الذهاب للمدرسة، لأنه في يمكن خلينا نقول تجربة مميزة قام بها في هذه المدرسة، فيشجع على الاستمرارية. صحيح. يمكن ويؤثر بالتأكيد على مستوى التحصيلي.
صحيح، غير ان العلاقه بينه وبين المدرس مش بيبقى بس علاقه مدرس وتلميذه، لا بيبقوا شركاء في انشطه كتير مع بعض. نعم بالتاكيد. استاذ شذا، يعني بالتاكيد هناك يمكن نتائج محدده تأملون الوصول إليها من خلال هذا البرنامج والورش، فما هي هذه النتائج؟ طبعا نحن نحاول من خلال برنامج المدارس الصحية أن تكون المدارس نفسها على علم بالأحداث اللي تصير في المدرسة من خلال المشاكل الصحية الاجتماعية والنفسية اللي يمر فيها الطالب، ومش بس الطالب كذلك الهيئة التدريسية من المدرسين والإداريين كذلك. فالمدرسة تكون على علم وتحاول تطبق سياسات معينة لحل أو توصل لحل لهاي المشاكل، ومن بعدها تحقيق وتوفير بيئة يكونون العاملين في المدارس والطلبة كذلك سعداء في هاي البيئة. نعم أستاذة شذا، يعني هل تقومون بزيارات ميدانية للمدارس؟ كمرحلة أولى نحن قمنا بزيارات مبدئية كانت بسيطة، بس لأن كان عندنا ممثل من المملكة الأردنية الهاشمية، بس كانت زيارة مبدئية فقط. لأن المرحلة الأولى. أيوة كانت مرحلة أولى، لكن ما تم فيها أي تقييم أو أي شيء من هذا القبيل. في الأيام القادمة أو في المراحل القادمة إن شاء الله راح تكون هناك في زيارات ميدانية للمدارس. أكيد. بالتأكيد. يعني كم مدرسة أو هل هناك بس المدارس التي سيتم تطبيق عليها هذا البرنامج، أم أنه كذلك الحضانات، وكل كم بلغ العدد في المرحلة الأولى؟ أكيد تطبيق البرنامج هذا على كافة مستويات المدارس، المدارس الخاصة والمدارس الحكومية والحضانات الحكومية كذلك. من المدارس الحكومية عندنا نحن 111 مدرسة، ومن المدارس الخاصة 116 مدرسة، ومن الحضانات الحكومية 26 مدرسة. لكن كمرحلة أولى عملية الاشتراك راح تكون اختيارية بالنسبة للمدارس، بمعنى أن كل مدرسة حابة أو ترغب بالمشاركة في البرنامج تقدم الطلب المشاركة عن طريق الهيئات أو الجهات التعليمية التابعة لها، ومن ثم نحن نستلم هاي الطلبات ويتم إشراك المدرسة في البرنامج. نعم، يمكن هناك آلية يعني في خلال هذه المرحلة الأولى مثل ما ذكرتي، ويعني في البداية بيكون إن شاء الله اختياري، ما هي الآلية التطبيق لو نتحدث عن الآلية؟ هل تختلف يعني بعد من المراحل من الحضانة للمدرسة؟ أكيد كل مرحلة لها احتياجاتها المعينة، يعني السياسة اللي ستطبق على المدارس الحكومية والمدارس الخاصة غير عن اللي ستطبق للحضانات وفقا للفئة العمرية. كإدارة التثقيف الصحي نحن كمرحلة مبدئية قمنا باجتماعات مع مختلف الجهات الحكومية في الإمارة للبحث عن سبل التعاون في تنفيذ البرنامج. بعد تحديد الجهات شريكة وكيف ممكن لكل جهة أن تخدم معايير برنامج المدارس الصحية، قمنا بإنشاء لجنة تنظيمية وتنسيقية للبرنامج مكونة من عدة ممثلين من مختلف الجهات الحكومية. نعم، هذه اللجنة شو اختصاصها؟ اللجنة هاي مكونة مثل ما ذكرت أنا من كافة الجهات الحكومية، يكون فيها ممثل يقوم متابعة سير العمل. فمثلا بعض الجهات لها سياسات وضوابط ومواد تعليمية ممكن أن نحن نستفيد منها في برنامج المدارس الصحية. نعم، يعني ليس فقط يعني أن تقوم هذه الجهة أو المدرسة أو الحضانة بالاشتراك، بينما يتم أيضا متابعة هل تم تطبيق هذه المعايير من قبلكم؟ أكيد أكيد. أيوة، اللجنة التنظيمية والتنسيقية أيضا راح تشارك في عملية تقييم المدارس. يعني راح تنزل معنا المدارس في رحلة ميدانية أو زيارة ميدانية لتقييم المدارس، لأن بعض الجهات لها تخصصات أصلا خاصة، مثلا تقييم المبنى المدرسي، تقييم البيئة المدرسية وغيرها، التغذية السليمة، المقاصف المدرسية لها اشتراطات وضوابط معينة، فهاي الجهات الشريكة راح تساعد معنا في عملية أو آلية التقييم. نعم،
لفت نظري ان اعطيتينا بعض المعايير اللي تم التقييم من خلالها، المبنى وكذلك التغذيه السليمه. التغذيه السليمه شوي نعطي المشاهدين نبذه عن هذه المعايير. طبعا احنا عندنا 13 معيار مختلف في البرنامج. نبدا بالمبنى المدرسي، يعني انا ما اقدر اذكرهم كلهم يمكن. لا اكيد، لكن نبذه. زين، عندنا المبنى المدرسي، عندنا الصحة البيئية، عندنا التغذية السليمة، النشاط البدني، الإصابة، الوقاية من والسلامة من الإصابات، عندنا كذلك برامج الاستدامة وغيرها الكثير. نعم بالتأكيد. دكتورة سمر، لو نتحدث أيضا عن أهمية يمكن نشر الوعي اللي تحدثنا عنه وتعزيز أيضا السلوك الصحي لدى الطلبة. طبعا زي ما اضافت الاستاذه شذا وقالت، المدارس المعززه للصحه مش بس كل مدرسه هتقوم بالانشطه لحالها، هيبقى في تشبيك وشراكه بين المدارس. يعني ممكن مدرسه معينه تميزت في نشاط معين، هتبتدي تنشر الوعي او تطبق الاليه دي في مدرسه اخرى، استفاده من الخبرات. الاستفاده هيبقى في توأمه بين المدارس. ممكن مثلا مدرسه فيها طلاب في مرحله عمريه ثانوي مثلا ينزلوا للحضانه. نعم. ينزلوا لطلبة ابتدائي. فبالتالي نشر الوعي مش بس هيبقى عن طريق جهة معينة، ده احنا اللي بنقول عليه بير تو بير اديوكيشن او القارين للقارين. لان دايما الطفل لما بياخد مثلا معلومة بيبقى اصلا لو زميله او حد في نفس الفئه العمريه ده بيخليه يستجيب بسرعه. نعم. وبالطريقه دي هنخلي مصدر المعلومه دايما للاطفال واليافعين في المرحله العمريه دي من طرق او من مصادر سليمه، لان دلوقتي العالم بقى مفتوح. نعم. في انترنت، بيخشوا على جوجل ويدوروا على كل حاجه. نعم. وللاسف في مفاهيم مغلوطه كتير. فالمدارس الصحيه هتساعد في نشر الوعي السليم. نعم. نشر الوعي الصحيح واخذ المعلومه من مصدرها الصحيح، من مصدرها الصحيح وبالطريقه الصحيحه. نعم. وبطريقه تخليها يعني هو يتقبلها. وبالعكس بيحس ان هو ده بالعكس انا عليا مسؤوليه كمان ان انا اوصلها. نعم. زي ما بيشوف زميله بيوصلها له هو هيبقى عايز ينقلها. نعم. فنشر الوعي الحقيقه وفي كافه المجالات مش الصحيه بس، الاجتماعيه والنفسيه والبدنيه وكل شيء، هيبقى ان شاء الله ده المصدر الموثوق به الصحيح ليها. نعم باذن الله. اذا يعني كل ما يعني يحيط بهذا الطفل في هذه المدرسه سيتم اخذه بعين الاعتبار وضم يمكن لتكون هذه المدرسة مدرسة صحية. يمكن في عجالة يعني تجارب استفادت منها، تجارب دولية تم تطبيقها واستفادت منها كذلك الشارقة في التطبيق. هو الحقيقة طبعا على المستوى الأقليم الأقاليم الأخرى اللي عندنا في مكتبنا، مكتب المنظمة لأوروبا. نعم. عامل شبكة مدارس معززة للصحة في أوروبا. إحنا إن شاء الله في صدد نعمل كده، غير أن برضو إن شاء الحمد لله كان معانا في ورشة العمل ممثلين من سلطنة عمان، لأن برضو ليهم تجربة فيها، فإن شاء الله في نقل تجارب أخرى بإذن الله. يعطيكم العافية على هذه الجهود المبذولة، وصراحة نتمنى لكم كل التوفيق وعلى تواجدكم كذلك معنا. إذا كل الشكر والتقدير للأستاذ الشذا عمر إبراهيم، أخصائي التغذية في إدارة التثقيف الصحي التابع للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، والدكتورة سمر الفقهي، خبير منظمة الصحة العالمية في المكتب الإقليمي للشرق الأوسط. شكرا جزيلا على تواجدكم معنا. شكرا جزيلا. مشاهدينا، إذا إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، في أمان الله. Thank you.